في شي يمشي علينا السلطة محطوطة بيدينا نقدنا الراقي بنينا ما حد بهذا سبقنا ما في شي يمشي علينا خذها كاش السلطة محطوطة بيدينا خذها كاش نقدنا الراقي بنينا خذها كاش ما حد بهذا سبقنا الصراحة فيها راحة وهذا أسلوب التفاهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في فقرة جديدة من خذها كاش في اليوم 53 54 55 الله يوفقك سبه ترى هو سبه والله يبغى يقرمش كل يوم مقدم ما يدري ايش اليوم ما يدري 52 حتى الاعداد يبغى يبيعوني بعد 52 لا 53 54 المهم احنا حاجه 50 انا اهتم بالمحتوى ما يهمني يوم واحد يوم اثنين يوم ثلاثه اليوم 52 خلاص اليوم 52 لا لا كان غير كستر يا مسلم ها تويتر 52 اليوم شوف الشاشه 52 مو 53 يا شاب اليوم 53 عدينا الساعه 12 صح ترى بسبته والله بسبته حسبي الله عليك انت والله الذي لا اله الا هو ما حد معمين هذا اليوم كله الا انت يا 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 دافو يا اسطوانه سعيد العتيبي مستحيل ابدا الحلقه الا كذا بدون ضحك اذا كان غايب اليوم 53 يقلب علينا اليوم 52 نحن شماعة أخطاء أنا أثق فيك يا نواف والله 52 معك دفتر معك شيء لا بكنسل الحركة كنسلت أنا ضايق مقروشني والله حياكم الله في اليوم 52 إحنا في خذا كاش نهتم بالأحداث نهتم بالمحتوى ما نهتم بالأيام اليوم 52 53 ما يهمنا عادي نجيب مشكلة في يوم واحد نسترضها هنا يوم 52 ما عندنا مشكلة عم الله يحييكم من جديد اليوم بإذن الله عز وجل في محاور ساخنة شوي لكن بحاول قد ما أقدر إن شاء الله أني أقرأ من هاشتاج جد والله إن شاء الله فحاولوا تشاركونا روح الفقرة بس بدي أذكر هذه فقرة خذها كاش مش فقرة رأس المال زين هذيك مع عادل بن هيف الله يطيل العافية ويمسي عليه بالخير ترسلون تغريدات تمدحون شيء إحنا هنا عيشوا جو معنا شوي طيب الله يعطيكم العافية والله يمسيكم بالخير جميعا حياك الله يا سعود حياك الله عبد الخالق ارحب فيك وارحب بفهودي وارحب استاذ نواف وارحب بالساده المشاهدين والمتابعين عبر الابلات المباشره بس سؤال يا عبد الخالق انا قلت لك سعود العتيبي انسى يكون في كنترول انسى طيب فهودي يا جماعه خاش فيه ف بالله كان بقوم احذفها بالعلم السؤال الحين الناس يتابعونا على البزنس 52 ولا 53 ولا 54 يا عبد الخالق يتابعونا على البزنس 52 على هاشتاج البرنامج 52 عبد الخالق اسمح لي ببدا معك اذا انت تقول نهتم بالباطن اذا انت تهتم بالبث فانت تلقى على يسار الشاشه فوق البزنس 52 اذا تتابع عن طريق اليوتيوب تلقى هاشتاج البزنس 52 اذا بتتابع في مفضله عندك تلقى عندك مسجل قائمة بالمتابعات والأحداث المهمة البزنس 1 2 52 طيب أيوة فقط شو بتوصل الحين بس أصلاً من قلت ببدأ معك عرفت إن الدنيا الله يصبحكم بالخير يا شباب حياك الله أهلا وسهلا وصب عليك بكل خير وعلى أستاذ سعود وعلى النفس الزكية الطاهرة الصادقة المميزة الأستاذ فهد أنا ما قدرت والله ما أقدر تحس ما تمشي صح؟ إيه ما أشوف وجهه ما تمشي فهودي ما تمشي على وجهه نهائيا تكفى بعد الله ما أقدر أشوف وجهك ما تمشي أبدا طيب أصب على أخواني المتسابقين على أخواني المشاهدين كذلك اليوم في نهاية فقرة مساءات مع الأستاذ ناصر الله يعطيه العافية انبسطنا وسانستا يعني ما قد أذكر أحداث اليوم قال لا 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 بس في إعلان بسيط إعلان بسيط عشان نكمل المحاور سوى مسابقة بين فريقين فريق الأبطال والطحاطيح إيه؟ والإعلان ما تم لأنه صارت مفاجأة زيارة والدنا أبو فيصل العرجاني فنسى أبو عبد الله أنه يعلن النتيجة لكن الإعلان أنه فريق الأبطال اللي هم عثمان جنيبي وأورنس عبد العزيز وعبد الله الفريدي وعبد الله الكرعاني وعبد الله الشملي وعبد الله الروقي والجعيدي وزايد بن سابر أيوه أخذوا 4000 أيوه والطحاطيح أخذوا 2000 إذا الفريق الفائز هم الأبطال أيوه يا عيال ما تفعلوني كذا يا عيال ليه؟ تفضل استاذ نواف كم تفضل خلاص اعلنت النتيجه لا 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 المفروض انه يرحب بي رجاء لو سمحت احترم مقدم الفقره لو سمحت سلكت تفضل نواف
انا عاجبني هذا الجو، هذا طيب. الجو عاجبني مره. بما انه خلصنا من تقديم واعلان فقره المساءات، يا اهلا وسهلا اخوي فهد معيان. بما انه خلصنا تفضل. والله فهد معيان الله يطول عمرك، اولا لا مساء ولا صباح لاحد حتى لنفسي، ولا اهلا ولا سهلا بنفسي ولا بغير نفسي، ولا بتويتر ولا بالواقع ولا بالمشاهد شباب، ما في احد اليوم. بس جيت احضر سوريا بس عجب المكان يعني فوق الدنيا ما هي مطبله زايد. هذا جاي ما ادري ايش جلس هنا وانت جلس هناك، اليوم كله جنان صحيح. طيب الله يمسيكم بالخير جميعا. ايش رايك تقوم خلاص الليث؟ اعطونا تقرير اليوم يا شباب، اعطونا تقرير اليوم. لا المفروض يقوله خلاص، هو اعطانا اليوم، خلينا نمشي. اي لا حول ولا قوه الا بالله، الا وانحلت كل عقده واصبح العسر اللي لهم عندي معزه وتقدير، وهم بعد من طيبهم قدروني. فات مني وراح عفت النوم، طعم النوم حتى الصباح. السم الشديد في ترك من مخلفات البلاستيك، البلاستيك هذه البلاستيك عدو البيئه الاول. المميزه فقره مقادير، ارحب فيكم جميعا، انا اخوكم عبد الله. اتهمني بشيء وانا بريد، والله اني ما تعذر من دون حاجه، ولا تجي حزه وقوفي وتغير. احمد اول شرط ممنوع الكلام نهائيا، كل اللي عليك تسترخي له بحر، والبحر ما يحتاج له ازعاج. يلا يا شباب الصلاه الصلاه. ما أقسى يندب حزنا طال بقى لك يتيم يشكو. دائما حاول انك تبتكر شيء جديد، حاول انك تطلع شيء جديد بطريقة مختلفة. لازم تشعر اللي قدامك صح. بولائك للمنتج صحيح. للمتجر هذه النقطة. من غالي ياخذ لك حالة شقلاطه ويرمى. يوجه كذا لاني راح اوزع الان مجموعتين، والمجموعتين هذه راح يكون اليوم عندنا ان شاء الله تحدي. الان ابي رقم 11. كان هذا ملخص لتقرير واحداث اليوم، كيف تشوفها يا حبيبي سعود؟ كل شيء كان جميل اليوم صراحه، رتم البرنامج قاعد يرتفع، انا احس الان ان اشعر بذلك ان قلوب الشباب على بعض ما شاء الله. في يوم حسيت لا خلال الثلاث ايام اللي راحت في رياليتي عالي، في رتم عالي، الشباب حتى قاعدين يقدمون. لا امس ما كان فيه يعني، امس كان 8 وبعدين كان رياليتي عالي من 8 فقط. تفضل. اليوم كان مبدعين حتى الساعه 6:28 دقيقه. انا كرهت كل شيء. افا ليه اسكت ساكت؟ كرهت ليه كذا موقف حصل لي، لكن ناصر بفعاليات الصيف اللي قدمها اوكي فهمت، عاد لنا الروح والطحاطيح والابطال حتى المسميات. يا اخي ابو عبد الاله قاعد يعيد الرتم ويعيد الروح لنا مره ثانيه، شكرا ابو عبد الاله. ممتاز يعطيك العافيه ابو عبد الاله، بس لا ترتاح من بعض الاسامي. طحاطيح 11 مدير لا الفعاليه ذيك شجره نمله. ابو عبد الاله ابو عبد الاله مديرنا يعني والله لو في فسحه يا شيخ والله والله حسستني كانك مدرس. لا مدرسين على عيني وراسي والله، بس اقصد كان حصه فاضيه حبيت ابيها والله على عيني وراسي. اوه يسقط على المعلمين ويسقط على ابو عبد الاله. لا يسقط على المعلمين، يسقط على المعلمين. لا اله الا الله. لا لا المعلمين لا، انا قلت حصه فاضيه. اسقط على من؟ لا لا لقمه العيش. شوف بقول لك شيء بالنسبه للمعلمين والمعلمات، والله جد اتكلم خليني اتكلم جد. انا بالنسبه لي تربيت، وهذا يعني مبدا عندي في حياتي، المعلمين والمعلمات هذول بالنسبه لي محطه رئيسيه في اي حتى شخطة القلم. انا حساس بالنقطه هذه تماما. لكن اتكلم عن ابو عبد الله جل يسلم، مداعبه موظف مع مديره. لا هو يقدر تحطيح الابطال من شجره نمله. لا وشوف يقول اخ نواف، انا ما ادري ليش اصلا جالس الى الان، لانك لو اعطيت نواف خمس دقائق ذكر كل شيء، علمنا كل شيء. لا اسمع انا تدري ايش الغريب؟ حياك الله يا نواف التميمي، واليوم كان معنا عثمان الجنيبي، وكان معنا احمد العوض، وايضا كان معنا وليد زهراني، وكان معنا وعلم بالعيان معيان. يقول الطحاطيح 4000، الابطال 2000، اذا الفائز الطحاطيح. بالله عليك يا رجل، لا يا رجل كذا كثير يعني ما اسوء من فعاليات ناصر الا فعاليات كثيره.
طيب انا اليوم تعبان نفسيا، اي ظروف. طيب طلعوني لا تدمروني. نواف حبيبي، ممكن تعطيني نظرتك عن احداث اليوم؟ بس تكفى بس. يعني كيف تشوف اليوم؟ كويس اليوم بس اليوم كويس. انا اشوف انه فعلا في تصاعد ممتاز في الريتم البرنامج، اللهم لك الحمد، في تصاعد في الرياليتي. يعني نشوف بوادر ان شاء الله، بوادر خير، انه في تصاعد اللي باذن الله انه يستمر الى النهايه. ما ابغى اشوف انه مثلا تصاعد بعدين يكون في دروب كبير في الرياليتي. اتمنى أن يكون التصاعد هذا مستمر ان شاء الله الى اليوم 90 باذن الله مع المتسابقين، اتمنى ذلك. ما اقدر اكمل لانكم انتم طالبين اني ما اقدر اكمل. طيب يعطيكم العافيه يا شباب. اليوم كانت في فقره المقادير كالعاده يغيبون المقدمين عن فقره المقادير، ما بقى جديد، ما هذا ما يهمني ولا هي مسؤوليتنا عموما. لا دقيقه اليوم إيه؟ لكن اليوم ايش؟ 52. اليوم 52، اليوم مفلح. اي مفلح اليوم. اليوم مفلح. نعم. غاب اللي قبله الجميلي. لا غاب المفلح، هذه يمكن مره ثانيه ثالث فيها مفلح. ثالث مره يغيب مفلح، هاي ثاني مره تقريبا. مره غاب الجميري ومره غاب الجميري. اتوقع انه مره ومرتين، ما ادري. لا الجميري مره. اوكي. اليوم الفريدي يا فهد معيان قدم فقره مقادير. والله يا عيال كيف شوف تقديم؟ انا عندي وجهه نظر. اسلم. والله لا حاجه بمفلح ولا حاجه للجميري يا اخي، والله ما منهم يعني ما في حاجه. لا 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 يا. لا تصادر، خلينا نكمل وجهه نظري عشان طيب تفهم وجهه نظره كامله بعدين. تفضل تفضل تفضل. ما في حاجه، لانهم بس مفلح والجميري يسوون مشاكل، يتمشكون مع الشيف، يتمشكون بينهم بين، يجي الفريدي والروقي اعطونا انموذج جيد على مقدمين المستقبل. هل ممكن نشوفهم في البرامج القادمه اذا اثبتوا انفسهم؟ بنقول ان شاء الله تعالى. ايش رايك يا سعود؟ اوافق فهد معيان جمله التفصيله. اليوم استمتعت جدا 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 في فتره الظهر، متناغم مع الشباب، كانت ممتعه. يعني حتى الفعاليات اللي سواها الفريدي يا اخي كانت ممتعه، يعني سوى جو مع الشباب، سوى اكشن، ما كان مصطنع، كان شيء واضح. لما قال الشباب كل واحد يطرح سؤال محرج، طبعا كرعاني كشف لنا ان في شيء يضغط صح ولم يعترف سيف، فلا نعلم ما هو هذا الذي يضغط. فصراحة أنا استمتعت مرة جدا جدا بفقرة الظهر. شكرا فريدي، كان متزن جدا، محاور هادئ، قادر أن يدير الحوار دائما. وأنا جربتها في فقرة، صعب جدا أنك تدير حوار مع أصدقائك. تبي شيء؟ تفضل. لا قلم حاجة فزعلك. طيب تفضل. طيب تفضل يا أنا أقول صعب جدا أنك تدير الحوار في وجود أصدقائك. إذا كان حولك أصدقائك فأنت صعب مرة ما تقدر تدير الحوار. إيه؟ لأن بيقاطعونك. اليوم الفريدي أثبت أنه قادر أن يدير الحوار بهدوء، وصل لبر الأمان، كان مبدع مرة. شكرا يا عبد الله فريدي، شكرا للشباب اللي كانوا معه لأنهم ساعدوه. أنا استمتعت مرة بالظهر اليوم. طيب. إن شاء الله بعد بكرة الشباب يغيبون، وبعد نستمتع بقية الشباب. طيب. هم يقدمون. شكرا يا سعود. نواف حقيقة الفريدي اليوم أدار فقرة مقادير ولأول مرة، يعني أتوقع أول مرة ممكن يقدم فقرة أو جلسة معينة، لكن لا قدم مع محمد عثمان. صحيح صحيح، أيوة صدقت. إيه؟ قدم مع كان هو إبراهيم غالب، عبد الرحمن غالب. اليوم قدم تقديم جميل جدا، مسك زمام الأمور، وكان قريب من الشباب يفهمهم. بعض الأسئلة كانت جريئة شوي، وشفنا مناوشات بعد. قدم تقديم جميل، وفوقها كانت أسئلة ومحاور جميلة جدا. المحاور كانت صحيح مختلفة من شو اسمه، كم عمرك الفريدي فوق. اي خلي الأسئلة القديمة والسابقة المتكررة جدا ما شفناها مع الفريدي ولا شفناها مع الروقي، كانوا مختلفين في التقديم، كانوا ممتعين جدا ولا كانت مملة، بالعكس يعني شفنا، تحس انه عايشين فعلا، عايشين الفقرة. صحيح. في فرق بين انك تعيش الفقرة وتعيش مودها. هذا الفريدي عاش الفقرة وعاش مودها، ومثل ما عاشها الروقي. الصراحة انا استمتع واكون فخور جدا اذا كانوا متسابقين يقدمون تقديم رائع. فخورين جدا بالشباب اللي نملكهم فعلا في برنامج البزنس بلا شك. فليش ما نشوف المتسابقين مثلا يكون عندهم كذا اسقاطه بسيطه من تقديمهم، ويكونون بلا تقديم بورقه وقلم. احسنت يا نواف، والله اتمنى انه يكون لهم مثل كذا عموما. شيء اليوم الفريدي ما شاء الله تبارك الله، والله انهم مستمتعين جدا معه. قالها ابو السلطان سابقا يعني لا يا شباب، اعطونا فقره لو مره في الاسبوعين، كل واحد منكم يظهر موهبته فعلا. هل تعلمون الى الان لم يقدم مسرحيه؟ يا جماعة والله انكم موهوبين. مسرحية غالب اللي سجلنا عليه ما قدمت. يا اخي يا عبد الله الروقي، يا احمد العوض، يا الشباب عبد الرحمن غالب، والله انكم مبدعين. يا اخي سوينا مسرحية، مو بلازم للاسف الشباب يكتفون بالنسبة على المسرحيات، يكتفون
بفقرة المستثمر يحركهم شوي. بس ما في يعني ما في جو مسرحي. نبغى هم يعني ما في مسرحية خالق. أنت عارف في تراجيدي في كوميدي. نبغى يا أخي مسرحية مسرحية. نبغى تقديم. اجلس يا أخي تعال هنا. حرام عليك الشباب يسوون مسرحيات. وينها؟ في البراين. بكاء. يعني مع وليد قشران مسرحي يعلمهم كاركترات في البرايم ينزلون لك بكاء تراجيديا دراما نطردهم من الشعيب نطردهم من كل مكان. عموما نختم موضوع المطبخ كان أبرز ما فيها حقيقة الفريدي. شكرا على تقديمك الجميل الرائع. أدرت الفقرة بشكل يناسبها تماما. أعطيك العافية. كحيلان معنا يا شاب في الكونفشن روم عنده يبغى يتداخل معنا. تفضل. أرحب. هلا. يلا هلا هلا والله. يلا حيا. شو أخبارك؟ والله تمام. أولا ما أبي مقاطعة صوت. أسلم. ثانيا. أيوه. أتمنى تكونون عون. تمام. أيوه. لأن في مشكلة كبيرة تحصل لي أنا شخصيا. ما ادري هل هم تقصدين كحيلان الشمري او لا. شباب الرجال مندفع يبغى يفضفض بيز وعطه وخله خل لا انا ما ابي افضفض. انا ابي اوجه لكم زين. أيوة. لان أيوة. ما صراحه الاداره ما ادري ما انا ما ادري الان ما فهمت ولا شيء. ايوه قول. ف تكلم انت تفضل. هذه فزة الدتسري يسمونها. عرفت فزة الدتسري تعطيها باثنين تنتع تطلع. كحيلان خاب الله فيك. كحيلان والله دقيقة. ايش تبغى ايش تبغى انت ايش تبغى عبد الخالق؟ انا اليوم يوم بجيك. انا اليوم تكلمت على وليد قشران. ايوه تمام. هو ما له اي دخل. الله فيك يا بابا. ناقل له بالاربيد الوليد شو اسمه حنفي. حنفي ايوه. حنفي ما جانا وليه؟ شلون ما جيكم؟ انا كلمة هذا وانا واقف عند الباب احاتيها واقول يا هنو يا ولد اعطوني حق شو اسمه حق العطر. ما بيتفشى انا الحين يزين وجهي وانا بالمسرح زين ما ادري شو اقدم ما ادري شو اقول. انا وراي جمهور وراي ناس يعني ما له داعي ابد شكلي وانا ما ادري شو اقدم. طيب المنتج هذا طيب هذا المنتج راح يزعل علي. صح اي والله صح صح. طيب انت تقول انه والله ان المتجر انت ما رحت للاعداد عشان يتواصلون مع المتجر وما تواصلوا معهم زين صح. متى رحت لهم؟ انا رحت لمحمد عيسى قبل هذا قلت عطني ارسل اكلم شو اسمه حق شميم قل له قبل الفقره بكم؟ قبل الفقره بربع ساعه تقريبا. اوه لا ربع ساعه يمدي واجد كثير يمدي يمدي ربع بس قبل اجيت لا صراحه ما لهم حق. ربع ساعة يا شباب كلمت المتجر ما بدأ يجيب الأغراض. ربع ساعة يا أبي الخالق أنا أحس عليهم لي من متى وأنا أقول لهم وأحس عليهم. لا والله ما لهم حق ربع ساعة واجد يمدي يا أخي. مسؤولية محمد عيسى أساسا ما هي مسؤولية محمد عيسى أن يتصل على المتاجر. تعرف أنت من المسؤول؟ أنا عارف من المسؤول. من هو؟ من؟ الإدارة. طيب ليش ما رحت الإدارة؟ لا مو الإدارة من؟ مدير العلاقات العامة ليش ما رحت؟ هي على تاقب على مدير العلاقات العامة ولا تاقب على حق السوق. لا انت تاقب على محمد عيسى. انت لازم تعرفه. تعرف من هو مدير العلاقات العامة ولا ما تعرف؟ كيف تعرفه ولا ما تعرفه؟ مشاري عتيبي. لا اي مشاري عتيبي هو مدير اعداد يا حبيبي ما له دخل مدير العلاقات العامة. مشاري عتيبي على عيني والراس ما له دخل مشاري عتيبي. طيب انت اسال الحين ولا ايش تبي بالضبط يا عبد الله؟ ها كيف حالك؟ ابشرك الحين كاميرتي هذه وهذه صح؟ اي ايوه على اليمين هذه. كيف حالك يا عبد الله عساك طيب؟ ابشرك الله يوفقك. الان يا عبد الله انت مشكلتك انك ما قدرت تسوق لان ما عندك منتج صح؟ حلو صح. طيب افترضنا لو انك مسوق عقاري هل بتشل الاراضي والبيوت معك في شنطه تقعد تعرضها على الناس ولا بتعرض بالكلام وان انا عندي منتج الفلاني وعندي المنتج الفلاني وعندي المنتج الفلاني وكذا وكذا وكذا. طيب يا ابو معيان صح ولا لا؟ راعي العقار يعرف وش عنده وش مواريد. احنا أيوة. كل اسبوع يتغير عندنا المتاجر. ممتاز. كل اسبوع ناخذ متاجر ثانيه. ممتاز. انا يا محاتيك زين اتكلم اقول انا جاي ل شو اسمه الاعداد. انا بخلف وليد قشران يقول انت ما يا كحيلان ما عمرك جيتها خلف ولا عمرك تكلمت معها. خلف انا وش منظري يا كحيلان يا عبد الله وجمهوري اني ماني مهتم. عبد الله خلينا نكون صريحين يا عبد الله. انت الان كنت تتناقش مع الشباب قالوا لك من المسؤول قلت الاداره قالوا لك من المسؤول قلت ابو معتز. طيب لا المسؤول المتاجر. اي تكلم ما يقول لي مدير ما ادري من هو. ما هو ابو معتز. اكبر مصيبه انكم ما تعرفون المسؤول احمد بقطيه.
هذه نقطة. احمد باقي طيار. النقطة الثانية، النقطة الثانية مسؤولة يا صديقي حمد عيسى يا صديقي مسؤول مدير يا عبد الله اصبر اصبر عبد الله يا صديقي. النقطة الثانية تدخل وتناقش انت وليد وتطلع زعلان ونحسبك بتسوي زحمة جوا، طلعت ماخذ كيس برجر وجلست تاكل في مجلس الشيبان، فين اللي راجع الاعداد؟ فين اللي بروح للاعداد؟ يعني ما في انت طلعت من فقرة وليد قجران قلت انا بروح للاعداد، كيف رحت المجلس؟ هو اذا زاد هم من المتاج رجوع. انا قلت له كل شيء برد، نبغى نحتاج تمرين لان احنا شفناك يا عبد الله الشمري على الهواء زعلان من وليد قشران والمتجر وانا ما اقدر اسوق والان بروح للاعداد. طيب ايش رد عليك؟ انا ممكن اكمل يا مسلم اكمل يا بعد روحي يا حبيبي خليني اكمل. المهم انا اتفرج ورا الشاشه قلت والله انه بيروح الحين وبيجينا بمنتجات وبيجينا بعلم، طالع لي والله الشباب ناقلين عليك في مجلس الشباب وانت تاكل بطاطس، كيف كذا؟ ارد عليك؟ تفضل. ارد عليك؟ تفضل. ايوه ارد. اول شيء انا جيت لوليد قشران قلت له ابي يم الاعداد ابي اتكلم معهم. ايوه. قال لي لا، قلت تمام، قلت له كذا وقعدت مكاني، فهم؟ راح شوي قلت وليد ابي لي شغله برا. ضروري، قلت له كذا ضروري. هذه كلمتي له. ضروري إيه؟ تترك نقاطك وتترك الجمهور اللي يدعمك ويشتري من متجرك وتترك التسويق عشان تروح تاكل بطاطس. دقيقة قل لا اله الا الله. قلت له ضروري. قال لي للاعداد؟ قلت له الاعداد. طيب ايوه. قال لي كذا. رحت الاعداد؟ مشيت رحت الاعداد. إيوه؟ لقيت الباب عليهم. ايوه. راح لي قلت ابن حلال انا ابي باقي طيان بكلمه. انا وين وجهي قدام جمهور؟ ليه باق طيان؟ ليه باق طيان؟ خلنا اكمل دقيقه. طيب ليه باق طيان؟ سؤال اول اللي يخمش الحكي من حلقك. تقول ليه باق طيان؟ ليه باق طيان؟ باق طيان هو مدير ايش اسمه السوق. طيب الحين توك عرفت انه مدير السوق، قبل شيء صار مشاري. لا ادري بعد قبل الاداره. ايش ادري انه هو مدير السوق. ليش تقول اداره بعدين شوي مشاري بعدين طلع بنجه؟ افهم خلنا حكي. طيب يلا انا افهم. دقيقه تسلم. زين رحت الاعداد حسيت عليهم شو قالوا لي؟ قال تعال لي بعد فقره عشان باقي طيان مو به. ايوه. جاني ابو هشام قال ترى مطعمك جاهز وانا طالب قبل شو اسمه السوق يكون علمك. ايوه. قلت جبها هاتها طالب انا وكذا شخص معي. ايوه. خذيت الطلب ورحت تكيت هناك يعني مرتفع ضغطي انا اول شيء من موضوع برا يعني والله العظيم انا ما عمره ارتفع ضغطي يا عبد الخالق وانا اوسع صدر تلقاه ولا اضيق. لا لا المفروض يا عبد الله الشمري لا جينا للصدق المفروض انك جلست ووضح ان القصور من متجر احمد باقي طيان وسوق باللي بالمعطيات اللي عندك حتى لو كانت بسيطه وخلصنا. اما سالفه انك تسوي نفسك زعلان فجاه ينقل الهواء عليك وانت تاكل هذا اسمه اهمال، اسمه تسيب، اسمه عدم مبالاه. لا نبلف على بعض. طيب انا حكيت عليك سعود. ايوه حكيت. تعطيني فرصه؟ خلنا تفضل بس على عجاله يا عبد الله. انا يوم اطلع من السوق من أيوة. من دبت تبدي لاني جاي قبله لمحمد عيسى. قلت ابو عيسى قبله بكم؟ قل لي لا اله الا الله. اصبر انا حاسس ليه انا منضغط؟ ليه انا زعلان؟ ليه انا طيب انا من هذا المنبر اعتذر لوليد قشتران اني أيوة. انفعلت معه فقرته طيب. وللضيف اللي كان معنا انا اعتذر طيب. والله لاني صدق كنت منفعل طيب وكنت زعلان. جيت طيب. محمد عيسى قلت ابو عيسى انا ابي يم اهلي بروح يم اهلي. زين من يوم احترق بيتنا عقبه لا تواصل ولا شيء ابى اطمن على مامي متى بيجي. قال لا. قلت يا ابو عيسى بس ماني مطول انا بس امه هي عبد الله اي عطرات عبد الله دقيقه لحظه دقيقه فيك شيء؟ طب خلني حادثي اصبر لحظه خلني انا احكي. انت رحت محمد عيسى عشان متاجر ولا رحت عشان تستاذن تطلع لاهلك؟ لا عشان ابغى اعلم فهد معيان انا ليه قاعد هنا قاعد اكل. ما له شغل. ايش دخل؟ ايش الربط؟ ايش الربط؟ يا سيدي الفاضل تبغى تروح لامك الله يخلي اهلك ويطول بعمرها ويجزاك ويانا وياها الجنه تروح تطلع في الكونفش الروم زي الشباب ولا تكلم ناصر؟ ما له دخل اني ابغى اروح لامي بروح اكل برجر. طيب خلنا بحكي. طيب يلا تفضل. عشان كذا انا ما رجعت طلعات. طيب يلا بعدين طلعاتك عشان ما يطلع مني شيء. طلعاتك واجد انت. لحظه يا فهد لحظه فهد دقيقه أيوه. عشان ما يطلع مني حاجه انا أيوه. ما ودي بها لاني طيب. لاني انا تحملت بما فيها الكفايه صح. لا من اعداد لا من متاجر صح ولا شيء يعني أيوة. انا يعني يا سكت انت للواحد زين ايوه وتوسعت صدرك يا ابن الحلال لا الامور أيوة. ممتازه تبي تعدل الامور يرجع عليك اكثر وقت طبعا يرجع طبعاً. عليك أكثر. انا اتفق معك يا ابو يا كحلان اتفق معك
ولا كيف تجيهم قبل الفقرة بربع ساعة كاملة عشان تواصل مع المتاجر يعطونك متاجر الأغراض ولا أعطوك ربع ساعة قبل الفقرة يا شباب؟ وين الإعداد الفاشل هذا؟ عبد الله راح أتفق معك ترى أنا أقدرك وغنيك تبغى معلومة معلومة أخيرة معلومة أخيرة لا معلومة أخيرة سعود تسمح لي ولا ما تسمح؟ تفضل لا تفضل معلومة أخيرة أنا أكثر واحد أكثر واحد طلع اعذروني عندي ظروف تكفوا بس اعطوني وجه يلا تفضل اكثر واحد طلع من البرنامج واستاذن عبد الله الشمري بنجي موضوع الاستاذ طيب عبد الله اكثر واحد استاذ انا مستاذن منك انت طيب عبد الله اول شيء لا تشرق ولا تغرب نبغى نمسك عشان نصل لنقطه سواء لازم تكون هادي رفع الصوت مو معناته ان الحق معك اهدى أنا اسمع اسمع هذا الموضوع هذا الموضوع لو يا عبد الله اسمعني على الراس انا اغليكم طيب عبد الله وانا اسف اذا طلعت ردة فعل ولا طيب عبد الله اول شيء رفع الصوت ليس معناه ان الحق معك هذا ليس موضوع شوف شوف يا حبيبي خليني اتكلم طيب يا عبد الله سنين ودرين عبد الله انا بلمعك بضبطك اصبر عبد الله حبيبي اول شيء هذا الموضوع يخص نقاط وجمهور يعني لا مجال ان نجامل او نطقطق او نضحك او ان نلف وندور لابد ان يكون عندنا هدف واحد عشان كذا انا طيب اصبر متى استلمت المتجر له اربع ايام كلمت احد خلال الاربع ايام انا ما اتكلم قبل ربع ساعه اليوم لا كلمت الاربع ايام الماضيه مش خليني اصيح عبد الله اهدى من كلمت ويوم ايش هل كلمت يوم استلمت المتجر شفت يوم اخذ المتجر ايه حسيت عليهم بالاداره قلت يا من اللي في الاداره اذكر لي اسم انا حسيت عليهم قلت يا ابن الحلال ابي حق المتاجر هلا ومشيت شوف شوف وين الموضوع اللي يقع مشيت ايش دخل ابو رزيقه اسمع ما دخل ابو رزيقه لا تشرق ولا تغرب ابو رزيقه موضوع الشيخه انا اتكلم عن متاجر عندك معد الفقره وليد حنفي هل كلمته انا قلت ابو رزيقه عندك لحظه لا لا اترك لي من موضوع اكل وانا اروح لامي وحريق انا اتكلم الان في متجر أنا ما في رعاه يا عبد الله لابد ان نحترمهم في رعاه سعود دقيقه لا تشبك الامور ببعضها لا مو بشربك انا عندي هدف انا ما ابغى الف عن الهدف احنا عندنا مشكله يا عبد الله لابد ان نضع يدنا على المشكله انا اتكلم معك في نطاق المشكله هل كلمت وليد حنفي او احمد باق طيام في موضوع المتجر حقك كلمتهم يوم الاحد يوم الاحد من كلمت عليهم بالاداره من واجيهم اكثر من مره اقول من يا كلمت يا عبد الله يا حبيبي اعلمك باق طيام من يوم اول متجر ماسك وانا اكون حقي طيب يعني ما كلمت عشان نصل للنقطه ما كلمت لا وليد ولا احمد ما قبلتهم الا تكلمت مع وليد قلت له يا وليد شميم تكلمت مع ابو عيسى قبله تكلمت انا سؤالي واضح ومحدد طيب هل تكلمت مع وليد حنفي او احمد باق طيام بخصوص متجر شميم تكلمت معها مش حتى عليك انا من اليوم من متى متى انت ما اعطيتني موعد متى يوم الاحد يوم اخذ المتجر تكلمت معها. من تكلمت مع وليد وليد حنفي وليد حنفي قلت وليد انا المتجر معي زين شوف لي الاكواد طيب هذا النقطه الاولى قام طيب خلاص ياخذ اوراق وجيتهم يوم طيب عبد الله هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه ليس مبرر لك يا عبد الله يا شمري انك تطلع بهذا الشكل السيء في التسويق لان هذا المتجر مو بجديد يعني متجر شميم مو بخبط لبز صار اليوم عندنا اليوم اوه في متجر شميم لا اليوم 52 متجر شميم مسكه قبلك سيف مو بسيف مسفر ومسكه زايد ومسكه الشباب كلهم مسكوه مكونات العطر على يسار المنتج يا عبد الله يا حبيبي انا لما ابغى اسوق صح وانا احترم الشخص اللي قدامي الضيف واحترم الفقره زين ومقدمه انا بسوق المنتج يا شيخ حتى لو بكرتون وسووها الشباب انت تحكي هاللون لا مو بحكي هاللون لا 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 المنتج عبد الله المنتج ليس مغير اسمع سعود طيب. اسمع ليش ما سالت مسفر دقيقه ليش ما سالت زايد عطني مجال اتكلم مثل ما انا اعطيتك مجال طيب. تتكلم تفضل طيب. انت أوكي. الكلام هوا وانت قاعد هاللون طيب يلا تقول والله يلا يلا ايوه يلا يلا انا والله يا شباب طولنا بس انت ما تدري وش حنا نشوف وش حنا ايوه وش تشوف انا شفت مشغول بالمتجر سيلفر جيفت مكونات واموره ما اعطاني اياها طيب جاء شمي رشة يوم أنا ماسك رشة ما أعطوني طيب. جاء يوم آي كليم ما أعطوني كل التسويق من عندي أنا طيب. يوم جاء شميم طيب. أنا شو أسوي جيت عند الإعداد حسيت عليهم تكلمت معهم ما أعطوني أنا أقول إيش أنت مشغول فيه تكلمت مع وليد أنا أخسر وامشي تكلم مع وليد يا وليد أنا ما أعطوني شيء طيب أحيانا بقول لك إيش أنت مشغول فيه أقول لك وأنا صارح لا تقولي أنا بقول لك اصبر قال بيربيز أنت ما عمرك جيتهم إحنا هنا أنا أيوة ما هي مره ولا مرتين طيب. ولا ثلاث يعني طيب. انا ما في هدف اسكت وحشم واقدر صح يعني ليه ما حد يحشم وما تاكل بيزارك انا اقدر واحترم
وكل شيء يسويه للاعداد ما في اي حدود ولا في حلال. حلال شكرا. انا ما طلبت منك خلاص ابي حقي فقط لا غير. طيب ما في شيء. حلال لو انت تبغى حقك يا عبد الله الشمري تسعى ورا ما هو قبل الحلقه بربع ساعه. طيب بقول لك شيء يا حلال حبيبي بقول لك شيء. تعرف ايش اللي شغل كان متجرك؟ الخروج اللي كل شوي. طيب والله كل شوي وانت والله انا تعبان من شغله ثانيه، انا بروح لامي، انا بروح لاخواني، انا بروح انا شيء يعورني، انا شيء يوجعني كل يوم كل يوم كل يوم, كل يوم هذا وضعك يا حلال حبيبي. والله والله تبغى اقول لك انا احب اكون واضح وصريح صراحه، شكل الانقاذ اللي اخذته مرتين ورا بعض انه حرام فيك على خروجاتك هذه. والله انه حرام وعلمك معلومه بعد صراحة. وعلمك معلومه والله حرام فيك يا حلال ما قدرت دعم الجمهور لك وشكل الانقاذ هذه اللي اخذته كل شوي طالع انا اصرح لا اصرح لا ما عندك فرصه كل شوي وانطالع لا تهاجم وتقول يلا مع السلامه ور يا حبيبي انت الحين انت الحين تخرج من كنفش الروم عفوا تخرج من كنفش الروم تطلع صح ولا لا؟ انت مستاذن يلا وش عذرك؟ عذر امي انا ما شفته من احترق بيتنا زين وطلبت من الاداره يا اخي يا اخي امهاتكم على يا امهاتكم على الراس كل شوي واحد يقول لي عين امي ابو عبد الله ارفع على عقالي من هذا المنبر بيض الله وجهك قال اعطيك معلومه وقال لي يلا روح امك اعطيك معلومه اي امي امي يلا استعطف يلا برضو استعطف بس باقي انتظر باقي انتظر اسمع شوف يا اخي لذلك باقي انتظر لذلك اسلم معلش دقيقه بس شوف شوف قول لا اله الا الله لا اله الا الله انا حد يقولها انا قدرت واحترمت بما فيه الكفايه الى أيوه. هنا وبس تبون طيب. ولا سخن خلاص طيب. نسخن قايل لك يا اخي من البدايه اخي قلت انا بقول شيء واحد أسلم. والله ابغى يوصل المتسابقين كلهم أيه. ليش انا تكلمت امس هناك متسابقين فعلا يخافون على اللي يحبونهم واللي يتابعونهم جماهيرهم يا اخي ما شفناهم يطلبون الاداره كل يوم يبغون يطلعون ولا شفناهم يتغيبون على الاداره ولا شفناهم ما يسوقون لجماهيرهم بالعكس ليش فئة ناس معينة كثرة طلعاتهم وكثرة مشاكلهم ليه وفي الأخير يجيك استعطف وأنا مسكين وأنا بروح وأنا حالتي صعبة وأنا لذلك أنا أقول الخلل الكبير من المتسابق نفسه هناك متسابق من يقدر اللي وراه ويقدر من يحبه هنا الفرق يا عبد الخالق هنا الفرق اللي قاعد أقوله من أمس أنا عندي معلومة عشان كده أقولك 90% على المتسابق هنا هنا اللي أقوله 90% على المتسابق هناك من يهتم للمتسابق هذا احنا نواف نواف هنا هذا نتيجة واقول لهم شكرا لكم الدعم السلبي الدعم السلبي من بعض الجمهور لمتسابقينهم انت تدعم متسابقك بشكل غلط تعزز له بشكل غلط أيوه. عشان كذا المتسابق يعتقد دائما انه على حق حتى وان كان مخطئ ظهوره اليوم كان في فقره وليد قشلان مع الضيف استاذ احمد الملا كان شكل سيء مره عدم احترام الفقره وراح ياكل وقعد يبرر لي مدري ايش وسوالف انا اتمنى ان لا يعني ادعم متسابقك بس لا تدعم سلبيا هذا الشكل اللي طلع به عبد الله الشمري الان حتى في كونفش الروم ما كان عنده هدف ما كان واضح ولا معلومه صح ولا معلومه صح انا احسن موضوع طول معلومه تفضل يا فهد عندي معلومه تفضل انا ماني اقول كلام الا وانا واقف عليه وانا اثق صل على النبي وان شاء الله باقي علينا خطوه بسيطه وامسك الدليل بس اصبر ابغى دليل عشان نعرضه للناس ويعرفون احنا ما حنسولف عبد الله الشمري جاني اخبار انه طلع اكثر من 6 مرات من الساعه 2 غروب ويرجع الساعه 9 الصبح اليوم ايش المعلومه في وقت مضى لذلك باقي عليه خطوه على الدليل لذلك دائما نقول اذا ما طلعت الدليل اطلع اعتذر هنا لعبد الرشيد لا وجون يا جمهورنا الكريم تلومونا احنا في خذا كاش نعطيكم معلومه أسلم. انا اقول لك يا انا ما ادري كيف متسابق ما يحترم الجمهور ولا يحترم الدرجات اللي الجمهور قاعد يوقف معه كيف تباني انا احترمه وكيف تباني اصفق له وكيف تباني ما انتقده بانتقاد الحاد طيب. هنا في فرق بين المتسابق الفعال الموجود اللي ما يطلع ومهتم بالفقرات وحضوره ما شاء الله تبارك الله هذا المتسابق اللي بثني عليه وهذا المتسابق اللي يعني بنتقده بانتقاد بناء في فرق بين انتقاد بناء وفي فرق بين انتقاد اللي وصلنا للمرحله اللي خلاص طيب بس انا هنا كفايه طيب. عندي ملاحظتين تسمح لي عبد الخالق اذا بتجيبها ولا طيب ايش رايك ابشر بجيك بس عندنا عبد الله الروقي في الكونفش روم ناخذه شكاوي اليوم كلهم ولا والله ما ادري هو اللي طالب الكونفش روم اعطونا عبد الله الروقي عبد الله الروقي هو اللي طالبكم في الشروم السلام عليكم الله يصبحك بالخير يا عبد الله السلام ورحمه الله وبركاته صباح النور صباح الورد هلا وغلا اصبح عليك وعلى الاخوان اللي موجودين معك في الفقره الله يحييك هلا والله اول فضل. حاجه اقول اشكركم على الاشاده اللي وصلتني منكم بخصوص سم بخصوص ايش ولا بخصوص تعرف احنا اشاداتنا قليله جدا معلش لا ذكرت عرجتوا على اسمي ولكن مثل ما هذا الشيء مساله التقديم طيب اسلم انا ترى تعبان فخلوني اتكلم براحتي شوي سلامتك تفضل انا والله كنت بتداخل قدام فقرتكم في الفشل روم هنا براحتي لان هي رساله بس بوصلها تفضل
اول حاجه خلونا نتفق انكم يعني مقدرين عندنا ونحبكم، والفائده من فقرتكم على وشك تنتهي يعني. يعني انتم لا تزعلون مني في الجانب الاخر، ايوه انتم الى قريبا كانت فقرتكم مبنيه على النقد، انتم صح. تجاوزتوا المهنيه، أيوة. وصلتوا للمرحله، اعطوني مجال بس اتكلم. وصلت المرحله المهنيه، لا تخلوا لا بس ما يبي، انا شوف حركه مو تتعلم المهنيه، خلوا يا شباب تفضل يا عبد الله ينتقي كلماته ويعرف يتكلم صح. يا خلاص مهنيه يا شباب، هو يعرف، خلوا يكمل لو سمحتوا. تفضل يا عبد الله، ما انت لا تخافون على انفسكم، ما انتم قليلين شر، بتعرفون تردون وتقولون. لا ما هي بهذا، تفضل كمل كمل، خلوني اكمل. اول حاجه انتم وصلتوا الى مرحله يعني لا ارضاها منكم انا ولا يرضاها الجمهور. يمكن احنا اخطائنا بعضها يغتفر كمتسابقين وجديدين على الاعلام، لكن بالنسبه لكم كاعلاميين لكم فتره ما تغتفر منكم. يعني وصلتوا طيب. مرحله تتجاوزون النقد الى التجريح والى النميمه والى تشويه الصوره، أيوة. ومحاوله فك الصف اللي احنا فيه، أيوة. انا اقول هذا شيء غلط جدا جدا، أيوة. جدا. يعني البارح وصلتوا مرحله انكم تتهمون احمد العوض انه مشيش عثمان الجنيبي، ايوه انه يطلع معاه وبلسان احد الزملاء المتسابقين او كم واحد، هذا غير صحيح. طيب صبت كيش انت تتكلم، صبت كيش تتكلم انت الحين، سواق السفينه رقم 2 بصفتي متسابق، متسابق انا اللي غير متسابق ولا قبطان؟ لا لا انا متسابق وانا اللي غير وباء. لا تطلع في جانب اخر. هذه طيب متسابق تكلم عن نفسك يا عبد الخالق، مالك دخل في احمد العوض ولا دخل في احمد العوض، لا لا يطلع يتكلم. لا انت لما تغيب يا عبد الخالق عن فقرتك يحل محلك احد المقدمين. ما هو والله احمد العوض، خلني اكمل، خلني اتكمل. انت لو انك تحترم خويك ما تطلعه في المنظر الضعيف، ما معليش وهو موجود. كل رجال، كل رجال من وين يا روقي، كل رجال في راسه من الشر ما يكفي. لو انك صادق خليت احمد العوض يقوم يدافع عن نفسه، ما هو قصير ذراع. انا ما وجه احد، انا ما وجه احد، انا متسابق. اسمعني، انا متسابق ولي صوتي الخاص. لا لا ما انت متسابق، لي صوتي الخاص. اذا كان في حد وصوته ما اعلمنا، ما وجه احد، انا ما وجه احد. لا لا توجه، توجه. لو انك صادق خليت خويك يطلع بذراعه، لو انت صادق وتحترمه. كان خويك دافع عن نفسه، كلهم طالعين من انت دافع عن نفسك وعن ضعفك الان، بعدين دافع عن غيرك. خليني اكمل. طيب خليني اكمل يا شيخ. طيب اللي شق الصف انت، خليني اكمل. انت اللي شق الصف. عبد الله لانك امس ما كنت موجود وغايب عن البث كامل، واخرت تجيزات وتظهر انك موجود. انا غايب عن البث لاني محموم وانت ما تحملت لي بالسلام، وهذه من اللامهنيه. الحمد لله على السلامه. من اللامهنيه، من اللامهنيه. ما قلنا الحمد لله. كمل عليك. خليني اكمل. كمل مهنيتك. لا لا معليش عبد الله، سؤال ممكن؟ سؤال عبد الله، دقيقه معليش، بس سؤال، بس سؤال، بس سؤال يا عبد الله. بما انك تتكلم عن المهنيه العاليه، وش متخرج وشهادتك طال عمرك؟ انت اللي مطالب بالمهنيه مو انا. انت اللي انا اسالك انك فاهم مهنيه اكثر مني. انت اللي دارس الفلسفه، انت طالع تنصحني مهنيه، انت اللي شارحها لي وما طبقتها. انت اللي شارحها، انت طالع تنصحني مهنيه، انت طالع تنصحني مهنيه. خليني اكمل. ايش فاهم في المهنيه انت؟ ايش دخل المهنيه؟ لا تسمع، لا انا عن خلق نتاتي. لو سمحت يا عبد الله الروقي، عندي كلمه اتمنى تسمعها ويسمعها غيرك. لا حد، لا حد يقول لكم تبغون تشقون الصف، وانا قلت لكم ذا الكلام ثلاث مرات يا عبد الله. ان كانكم رجاجيل بتخلون الرجاجيل يسيرونها، يسيرونكم على كيفهم، ما سيرتها. ويشقون، ممكن اكمل؟ ويشقون صفكم ويلعبون فيكم، هذه مشكله فيكم يا حبيبي. المشكله الاعظم، المشكله الاعظم يا روقي، ان خويك موجود، أيوة. ما ادري ايشكم، ذراعه قاصر ولا لسانه فيه شيء، ما يطلع يدافع عن نفسه، أيوة. الا اذا كنت انت تشق الصف ومطبق مقوله فرق تسد. اتكلم انا عن فلان وفلان 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 وفلان، ما اتكلم عنهم يا عبد الله. كان غير كشطر يا عبد الله، خلص. تكلم عن نفسك يا فهد، انضبط. خلص. انت يا عبد الله، وخل غيرك ينضبط يا فهد. بس خلص. يا عبد الله لا تجي تعلمنا عملنا يا فهد، عملنا نعرفه زين حنا. طب خلصت يا فهد؟ تفضل يا عبد الله. إيه؟ طيب اول شيء انا فهد حزين على حالك، انا ما ابغاك تظهر بمظهر سيء انت، لانه انت اللي تشق الصف، ما هو بنا، هذا رقم واحد. صفك رقم ان كانكم، ان كانكم، ان كانكم ها ولا ها، بنشق صفكم ولا علينا فيك. والله ما تشق، والله ما تشق. الا تقولها بلسانك انت قبل شوي، واحد ما تشق بس. الا تقولها، تقول انكم تشقون الصف. كمل يا عبد الله، عبد الله كمل كمل. الا ما دام شقينا صفكم نعرف من حن. خليني اكمل. تفضل يا عبد الله تفضل. الشيء الثاني، المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشدوا بعضه بعضه، هذا وجينا حين شقينا الدنيا. خليني اكمل، خليني اكمل. صحيح. الشيء الثالث، اذا تظن انت لما تسيء لشخص واحد منا موجود ان الشخص المتسابقين الثانيين محايدين وما ينون لهم شيء من الاساءه، فانت غلطان يا حبيبي. حنا كلنا مكانتنا واحده وتقديرنا واحد، حنا حلينا مشاكل كثيره. خليني اكمل.
ما تخلون احد يشق صفكم. طيب خليك والله لو انكم صادقين ما تطلعون. عبد الله الروقي هذا ينم وهذا يفتر. انتم خليكم في عصب كف. لحظة خالد بسألك سؤال مرة ثانية. عطني مجال اقول مداخلتي. بسألك سؤال قبل كل شيء. صفتك ايش؟ تكلم عن المتسابقين. بصفتي متسابق واخ وزميل لا اكثر. طيب بقول لك شيء يا عبد الله. موضوع خلني اريحك. بقول لك شيء. خلني اريحك. بقول لك شيء يا عبد الله. انا ماني حزين على الجمهور. موضوع السفينه اذا صدقت انتم اللي موجودين معك فانتم احترامي لكم. أيوة. نقدر نكذب عليكم 20 كذبه و20 تمرير. طيب اسمع هذه دعابه انتهى موضوعها. صح. حتى محمد العبيان في فقره الثغره قال انا مؤسفين وانا اقول كل اللي وباكدها اكدها وقال مو بالروبي. اسمعني كل اللي موجودين حيقولوا لك اقول لك شيء يا عبد الله. اقول لك شيء والله يتكلم كلهم صادقين. طيب اسمعني بقول لك شيء انت حاولت تطلع مظهر القائد والقبطان واللي دافع عن اخوياه وانا اللي المش إيه؟ الشمل وانا اللي انا ما احاول وانتم اللي تفرقون واحنا نعرف ونجيب كل شيء هنا بدليله صح ولا لا. لكن انت جيت يا عبد الله الروقي انا قلت لك من المره اللي فاتت داخلت معك حاولت اخذ واعطي معك اثبت انك ضعيف واليوم اثبت انك اضعف. طيب ما اختلف باختصار شديد ما انا خل مداخلتك لها قيمه. انا راح احترم مداخلتك لها قيمه. انا راح احترم نفسي والمشاهد على رد على المصطلح. لا تجي تفلسف علي هنا على المهنيه. المهنيه هنا نعرفها ونعرف كيف نديرها طبقها. ونعرف كيف طبقها بتعلم منك. اطبقها بمعلومه طبقها ما اجي ابربر ما ابربر يا عبد الخالق. انا اقول هنا انا لما اناقش هنا واقول شيء اقول المعلومه ودليلها. طيب. مو زيك ابربر. طيب يا عبد الخالق تدري ايش المصيبه ولا ادق بكلام اخوي يا ابو سعيد. تدري ايش المصيبه ابو سعيد؟ اسلم. تدري ايش المصيبه؟ انا لما قدني مخاويلي شخص لما قدني مخاويلي رجال وانا ما امن جنبه وادري ان جنبه قوي جنبه حديد ما حد بيدخل بيني بينه ما جلست اقول للرجال انت تفرق بيني بين خويي وانت تفعل بيني بين والله لو انكم تامنون بعض ولو انكم على قلب رجال واحد ولو انكم عصب كف ما حد ما تجيني كل يوم والثاني انت وغيرك تقول انكم تبغون تفرقون انت اللي تقول تحمى خوي والله لا عبد الخالق يا عبد الروح والله لا عبد الخالق اللي ياخذ نواف عليك المال كله عبد الله خليك عبد الله حبيبي عبد الله حبيبي هذا شيء بيخصك عبد الله عبد الله حتى حتى لا لا ما يخصك عبد الله عبد الله هذا بعيان اثبت نفسه عبد الله عيان اثبت نفسه مو انت اللي تقول عبد الله هذا دستورك الحال عبد الله هذا دستورك الحال دستورنا كلنا مو انت اللي تقيمه حتى مو انت اللي تقيمنا خلاص ابو سعيد خلاص لا تسقط على أي واحد أبو سعيد في فقره هنا أبدا ما أسمح لك يا عبد الله الروقي لاقي جنبك ضعيف وجنوب اللي حولك ضعاف فلا ترميها على غيرك نقطة خلصت عبد الله عبد الله إيه ما تجيني كل يوم الله يا عبد الخالق يا أستاذ عبد الخالق دقيقة عبد الله عبد الله عبد الله تفضل يا أبو أول شيء هل لا زال درجة الحرارة مرتفعة ولا نزلت؟ ها درجة حرارتك لا زالت مرتفعة ولا نزلت؟ لا تشمت بأخيك فيرحمه الله. أنا أسأل يا عبد الله والله بتحمد لك بالسلامة بس هذه الثالثة لك يا عبد الله. سؤال يا عبد الله الثالثة لك سؤال ايش فيك متحسس مرة؟ لا تلعب على الأوتار الصحة والعافية والطيب والأمور. طيب عبد الله هل أنت طيب ولا حرارتك مرتفعة؟ المفاتيح ما هي بدايمة أبو عبد الله ما هي بدايمة. طيب عبد الله هل لا زالت درجة حرارتك مرتفعة ولا نزلت؟ تعال قس لك تعال قس. طيب نجي نقيسها لك إن شاء الله بإذن الله حرارتك منخفضة وهادية. الشيء الثاني يا عبد الله من كتب القصائد يدق في زملاء هل هو فادي معيان؟ شكرا هذه معلومة تعرف معلومة من كتب القصائد يدق في زملاء من الذي أسقط على عبد الله الكيرعاني هل هو فادي معيان؟ لما نجي نطرح يا عبد الله يا روقي لما أصبر خلنا أكمل لا تتوجع مرة احنا سألناك عن حرارتك زعل سألناك عشان أتكلم لا أنت جاي تسمعنا بعد معلومة تعلم عبد الله تعلم اللي كتب القصائد فهد معيان ما إذا يعرف. احنا نقلنا إذا احنا نقلنا دقكم اللي كان مالي الشاشة لين نظفنا الشاشة من دقكم ومن همزكم ومن لمزكم لين الواحد منكم تأدب ما عاد يفتح فمه على خويه لانه عارف ان هنا رجال بيوقفون عند حده مالي ما يفتح فمه لا وقفناك يا عبد الله انت وغيرك اسمع وقفناك يا عبد الله الروقي ما قدرت تفتح فمك على خويا اسمع لا ما تقدر يا عبد الله انا بقول لك في تحدي لا ما تقدر اسمع في تحدي اما السفينه اسمع اما السفينه ما بدي تسمعني انا اسمعك يا عبد الله انا اللي اقطع لك الصوت عبد الله الروقي لما طلع بن عبيان الرجل قال انا قائد السفينه تنحيت لانك ما انت بكفو
وجاينا الان تصير قائد سفينه على حسابنا. في صف حساباتك مع حياك مو بعندنا. ما نرد عليك. لا 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 وهم استعطاف الجمهور ولسان الجمهور. احنا ما نحتاج راي احد لا انت ولا غيرك. ما انا بحاجه رايك يا عبد الله الراوي. شكرا. لا حدك هنا. لا مهنيه ومهنيه مو بنت تعلمناها. انت تجيني تقول حرارتي امس من خفضة تحمدوني بالسلامه ولما سالناك قلت لا لا تقولون الحراره. انا اسالك بتطمن عليك ايش فيك حساس. تعلم قاعد اعطيك معلومه فرصه تعلم. لا تصير حساس مره. لا لا الاستعطاف هذا اللي طايحين فيه اليومين ومحاوله التنجيم في هذا المكان مو علينا. اللي يجي هنا يا عبد الله يحسب لسانه سعود ولا بيحاسب على كل كلمه. وانا اتحدى غيرك يا عبد الله من المتسابقين يمرر معلومه ولا نجيب. طيب والله ما نظف المنتج الا اخذها كاش وان كان مليان ونميمه بينكم الين جينا احنا ونظفناكم. ابو عبد الله انا اتحداك اسمعني خل تفضل تفضل يا عبد الله تفضل تفضل بكره وعد شرف هو شيء عشان برجع كلامي. أيوة. ابى امرر تمريره واتحداكم تحدي. ما انا بحاجه الا احنا استقطتني خلاص اكبر منها. خله خله مرر 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 ما مرر كيف. لا لا احنا نجيب مزاجنا. نعرف الغث من السمين يا عبد الله. نعرف صيدتنا. نعرف فلساتنا زين. نعرف نصيدها يا عبد الله يا روقي. نعرف نجيبها صح ونعريها قدام الناس. يا شباب نعرف. عبد الله عبد الله عبد الله عبد الخالق ما خليك نكمل. طيب ما يلا انا انا يا حبيبي جاي تكلم بسمن يا عبد الخالق. عبد الله لسان خوياه خوياه ما لهم لسان. لا هذا عيب عليه على خوياه. طيب خلوه يتكلم. ليه خلوه ما له لسان. احمد ما له لسان يجي ينظر علينا. خلوه يتكلم لحظه. خله اول شيء يا اسف لو سمحت خليه يتكلم. ابشر بس تفضل هدوا الوضع يا شباب. عبد الله روقي تفضل. اتوقع انك اخذت درس بالمجال الحين. اسمعني اسمعني الله يحفظك. الاستفاده من فقرتكم مما يحزنني انه قليل جدا لنا وللمشاهد. حلو صح. طيب الشيء الثاني ما هو من المهنيه ابدا ولا الاخلاق انكم تتجاوزون مرحله النقد للتجريح. أيوة. والنميمه وفرض الحجزيات. رجاء تقول مره ثانيه. خلني اكمل رجاء خلني اكمل. طيب تفضل انتم ما عندكم اي مشكله. لحظه لحظه تفضل تفضل تفضل. الشيء الثالث ايوه الفرض الحجزيات هذا امر غير مقبول لا دينا ولا عرفا ولا اخلاقا. طيب اذا انت عندك هدف ايوه في الفقره واكثر من هدف ترى هدفك هذا هدف غير سامي. طيب تبغى توقف على اهداف الساميه خلها على النقد عشان طيب. تشوف استفادتي في المتسابق. طيب اما توصل للتجريح هذا طيب. ما يصير. ما لقيته الا احمد العوض وعثمان الجنيبي يدخلون بينهم هالامر. عموما خلينا نكمل خلينا نكمل. ايش دخلك احمد العوض؟ خلينا نكمل. ملقوف اكمل خلاص الله يستر عليك. ملقوف خلينا نكمل. شكرا الله يحفظك. لا لا ما انتهى كلامي. لا ما له ملاقيف. خلينا نكمل الله يحفظك. خلينا نكمل خلينا نكمل رجاء. اجل تكلم عن نفسك. اعطني دقيقه. طيب تكلم عن نفسك لو سمحت. الشيء الثاني وانا اخوك حنا حلينا مشاكل كثيره انتم فقرتكم ما قدرت تجيبونها ولو جبتوها ما حليتوها. الله يحفظك. الشيء المهم في الفقره انا اطالب وقدامكم في حضوركم ايوه من السلطه العليا ابو سلطان ايوه احنا ما نبغى نتجاوز لا لفظا ولا أيوة. تعاملا مع فقرتكم اتمنى أيوة. يتدخل ايوه ايوه ومثل ما اسمع ومثل ما لنا كمتسابقين حدود أيوة. يحط لكم حدود في النقاش وفي الدخول في المشكلات. يا رجال صل على النبي. يا رجال يا عبد الله الروقي انت خلي اللي حولك يسلمون من لسانك بعدين احنا بنسلم المعمار اول من بداها. عبد الله الروقي اول من بداها. عبد الله احمد اول من بداها. صايد احمد الله ما تحكينا والله ما بدت المشاكل. لا لا كنت واخوياك اللي كل يوم اثنين بعدين المشكله. بقول لك حاجه ما تكلمنا. فهد لا تجعلون للناس طريق عليكم بعدين تلومون. فهد بقول لك حاجه اخيره. يا اخي الدنيا سهله. بقول لك حاجه اخيره. احمد ربك انت اول ربك انت عبد الله. خلينا نكمل. احمد ربك انت تهدد ترى. خلينا نكمل. ليش يعني ايش يعني الاعتداء لا لا لفظا ولا غيره. اهدى يا عبد الله. احمد ربك انك انت احمد ربك انك انت ابو عبد الله. اسمع احمد ربك انك انت ابو عبد الله ما انتم زملاء متسابقين هنا معي عشان ما اثبت علو كعبي عليكم. لا لا دقيقه اثبت علو دقيقه دقيقه. هل انت رح رح انحش. هذا دليل ان عبد الله الروقي يثبت ان يعني اني مثبت علو كعبي على اخوياي المتسابقين واني انا اللسان لهم وان يا عبد الله الروقي تمام دخلنا الاعلام وانت في ثاني متوسط الله يجزاك خير. هذا واحد. ثانيا لا انت ولا عشرة منكم تثبت علوك لانك لو تكلمت قدامي دقيتني بالحكي ماني من الناس اللي يسكتون انا عن حقي. والله لا سكت قدام الريجين. تدق بالحكي ولا ما تدق مساله انك تبدا تدق ونجي نعريك هنا يا عبد الله. تجي الحين في الشاشه تقول لا مهنيين تضيعونه. زعلان ان فضحناك يا عبد الله الروقي. انت بادي تستعيد انفاسك. لا ما فضحنا. تبدا الا فضحناه لان فضحنا نواياه هو المضح في هذا بالمعيال لما بين قصايده وجاء ترك الدوسري وكان يتكلم عن الدق اللي صاير.
احنا في خذها كاش نظفنا القريه الان، وانا قلتها في بدايه الحلقه اليوم بلا حزازيات، عبد الله الروقي يحاول يعيدها من جديد الان من خلال الشاشه، لانه شاف ان معي آل عبيان مسك الدفه، وانا اشوف ان آل عبيان كفوله. طيب نواف كنت بتعلق؟ انا كنت بعلق الصراحه ظهر بشكل ما ادري يعني انا شكل معيب جدا، وصارت المعيبه فعلا انه يظهر عبد الله الروقي بهذا الشكل صراحه، غير موفق جدا، غير موفق جدا. انا ما ادري هل يبغى يثبت غيابه الفتره اللي راحت، سؤال بس، هل يبغى يثبت غيابه امس اللي ما حضر وتكلم سعود انه قال امس من افضل الايام، فجاي اليوم يبغى يقول لا انا كنت غايب امس اني تعبان وابغى اثبت وجودي او جاي ادافع عن زملائي؟ هذا 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 اللي فهمته يعني. ولا يعني عبد الله الروقي بيعلمنا المهنيه مثلا، ولا بيعلمنا درس من دروس الاعلام مثلا؟ اتمنى بعد ان عبد الله الروقي بما انك يعني دخلت معنا اعطيناك درس بالمجان. احنا هنا نعطي معلومه واقولها مليون مره، نعطي معلومه نعطي دليل، ولا عمر احد قال معلومه هنا داخل فقره خذا كاش غير صحيحه وبدون دليل، ولا احد ولا احد. وانا شخصيا بما اني مقدم الفقره والله ما اسمح لاي احد يمرر معلومه خطا. عبد الخالق هنا هنا هذه المهنيه، عبد الخالق هذه المهنيه. وتعرف يا عبد الله الروقي زي ما يعرف اصحابك ان في اشياء ما طلعناها للسطح احتراما للشاشه، احتراما لكم، احتراما للمشاهد، ما طلعناها صح، دمدمناها ولمحنا عليها. لا تخلينا نكشف كل شيء عشان تعرف لا لا انت وين بالضبط. خليك انت متسابق، قدم اللي عليك، الله يوفقك. متى ما ابدعت قلنا لك مبدع، خاصه انت عبد الله الروقي. متى ما اسات حنقول لك اسات. لا تعطيني فيها بالسفينه والجروب حقي ومدري ايش وكذا، وانها كذبه الحين صارت كذبه، وانها كذبه، وباعك محمد العبيان في فقره الثغره وخرابيط. وليتها سالفه تسوى. اكتشفت حاجه، اكتشفت ان عبد الله الروقي لها تقريبا كان قبل يمكن 14 يوم كان مكتوم عبد الروقي، كان فيه احد كاتمه ما خلاه يظهر على السطح. من هو يعرف ايش مقصدي؟ ايوه الان عبد الله الروقي يحاول انه يصبح سيد بعد ان كان يتطفل على فلان ويجرح فلان بلسانه، وشغلته بس كل ما جلس في جلسه دق الناس بالكلام، هذه شغلته. وزعل لان فضحناه يا فهد، ثم يأتي لان بينا مقاصد عبد الله الروقي زعل مره. ثم ياتي ويقول اذا لو انتم متسابقين معي لعلمتكم كيف بدقكم بالكلام ونمشي. لا انت غلطان يا عبد الله الروقي، احنا ما حنزي اخوياك اذا مشولك او اذا سكتوا، سواء تقدير او احترام او خوف او ضعف او اللي هو، احنا ما تحترمنا ما راح نحترمك. لا تاتي يا عبد الله الروقي تحاول انك تحجم نفسك عشان ما نقزمك من الاخير. اهدأ اهدأ، فضح نفسك في الاخير يا انا فهد. ليش اقول الكلام الحاد هذا؟ لسبب انك لا تهددنا انك تقول اني بتعدى عليكم بالالفاظ او بشيء ثاني. امرر عليكم وما اتحداكم تفهمونها. احنا لا حتى لو ما فهمناها هذا يدل على سلامه صدورنا، هذا اول شيء. والشيء الثاني ان احنا شفافين مع الجمهور، نعطي معلومه. لا لا ما عندنا شيء نخبيه، احنا هنا مع الجمهور ومع المتسابقين ومع كل احد، ما عندنا شيء اسمه امرر واتحداكم تفهمونها. احنا نعطي خذها كاش حرفيا. عموما انت وقت المحور هذا بالنسبه لعبد الله الروقي، يعطيك العافيه، شكرا. وشكرا لاخوياك عموم المتسابقين، في شيء مهم جدا عليهم، الذي هو اثبت علو كعبه عليهم، الذي يتحدث بلسانهم. انا كيف استغرب كيف يسمحون الشباب، خلهم يطلعون شوي بمظهر الضعفاء لساننا عبد الله الروقي بكيفهم. بس انا عندي رساله صراحه على وجهك في فقره المستثمر، هل بتطرحها ولا تتكلم عنها؟ لان نقطتين مهمه انا لازم اتكلم عنها. طيب بجيك في فقره المستثمر، بجي فيها. إيه انا احتاجها ضروري. ابشر بجيك فيها، بس قبل فقره المستثمر الأخ والزميل والصديق محمد عثمان في فقرة القليل كثير. أولا يعني خلونا نستعرض أول شيء تغريدة له من ضمن تغريدات لمح فيها لشيء معين، خلونا نأخذها مع بعض بعدين نجيكم. أعطونا التغريدة يا شباب. هنا التغريدة تقول لحظة عشان أقراها يا شباب. يمكن تكون فقرة القليل الكثير، عفوا هنا يقول يمكن تكون فقرة القليل الكثير مهمشة ولا يلقون لها بال، لكن برز فيها عدد من المواهب في التقديم خلال الحلقات الماضية، وكذلك في الإعداد للمحتوى يستحق أن يبرز ويتم الحديث عنه،
لا تتكلم عن محمد بل عن من تجلى في إبداعه خلال هذه الحلقات وهم المتسابقين. 8 حلقات مرت دون تسليط ضوء. هذه واحدة من ضمن التغريدات اللي لمح فيها الأخ العزيز القدير محمد عثمان على فقرة خذها كاش. طيب عندنا مقطع فيديو بسيط راح نستعرضه بعدين نرجع لكم. عطوا المقطع يا شباب. ما أسمعك وراك ما عبرت في فقرة الأستاذ محمد عثمان. لا موجود التعبير وكان نفس التعبير بعد. لا ما عبرت، رفضت انك تعبر. ولما قال لي قلت شكرا، ليش ما احترمت فقرته وقلت له شكرا؟ ليش ما عبرت على قولتك ولا بعد المغرب؟ والله انا ما اقدر اعبر، احنا الحين نص الليل يعني بعد المغرب خلاص بساعات. ليش رديت علي وعبرت وما عبرت محمد عثمان؟ لا عبرت للأستاذ. على بالك يعني تستذكي بس على محمد عثمان مشي علينا؟ لا عبرت للأستاذ محمد وهذين عبرتكم انتم. اي طيب احترم فقرة محمد عثمان وقدر هالجهد اللي قاعد يبذله وكان ماشي صح. وتمنيت تمنيت يعني انك على الاقل ما زودت الفي هذا واحترمت يعني الفقرة. هي هو حاطها من ضمن محاور انها تكون بشكل جميل عشان كذا تكون حلوة، كل واحد يقول شكرا لاحد معين. ما حصل اليوم في فقرة القليل الكثير مواضيعها جميلة الصراحة، لكن فيه اعتذار اورنس على سيف. اورنس اليوم غلط على سيف، جت في فقرة اعتذر أمام المشاهدين وكان اعتذار جميل ورائع وأنهم على قلب واحد وقلوب صافية. كان الصراحة يعني أنا بالنسبة لي عجبني هذا الاعتذار، الله يعطيه العافية. بادر حلو بدون ضغوطات بدون أي شيء بدون أي مشاكل، بالعكس قال أنا مدام هذا الموضوع الاعتذار والأسف أنا أعتذر لزميلي سيف أني غلطت عليه بكلمة بدون ما حد يطلبه أو شيء. إيه وكان اعتذار جميل. طيب هذا افضل ما يعني ما طيب انا بتكلم عن فقره قليل كثير لان احنا مقصرين في الثناء على اخونا الاستاذ محمد عثمان الصراحه. شيء يشكر على اختيار المواضيع، اختيار العناوين دائما تكون في محله ووضيعه دائما انه ما تخلينا شوي نغيب عن الشاشه لانها دائما تكون مواضيعه جذابه فعلا. يشكر عليها ويشكر على فقره قليل كثير على انه فعلا قليل التفاعل من الشباب فيها لكنها فقرة ثمينة جدا. نواف جزاه الله خير، محمد عثمان من الناس المتميزين، صاحب خلق عظيم، وفكرة انه يقدم يعني يجعل الشباب كل يعني فترة اثنين يقدمون. حلو. فمثلا الاسبوع القادم بيقدم الكيرعاني ومني معه. الاسبوع القادم؟ ايه بيقدم الكيرعاني وفي شخص معه، والله ما ادري هل هو الفريدي يقدم اليوم او الفريدي يقدم. بيقدم هذه فكرة جيدة انها تمرس يعني حتى يفهد اختيار المواضيع. انا يهمني تجعل الشباب متمرسين على اداره الحوارات، على 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 اداره المحاور، على اداره الضيوف، وهذا هو الهدف من البرنامج، تطوير الشباب التجاري. استاذ محمد عثمان رجل متميز جدا. هذا المقطع مع التحيه للاستاذ محمد عثمان ومع كامل التقدير والاحترام لفقرتك الجميله المميزه اللي كان فيها كثير من الأهداف السامية وكثير من الأمور والمحتوى المفيد والجيد. لكن استعرضت واحدة من التغريدات ولأنها تكررت حبيت أوضح ونوضح وجهة نظرنا وإن كنا غير مجبورين على ذكرها بأي شكل أو آخر. لذلك جرى التعليق. شكرا لك. أعود لك يا سعود حبيبي بالنسبة لفقرة المستثمر. مشكلة الأستاذ محمد أنه ما يتابع. يا أخي تابع الفقرة بعدين انتقد الناس ولا لهم اللي ماسكين سرع على فقرة خذها كاش يبون نطريهم. ترى ما لنا مزومين نطري خلق الله. يعني أنا تقدمت فقرات كل يوم مقدم. كلهم والله لا متسابقين ومقدمين يا أخوي. قد تقدم فقرتك وروح مع الباب الله يجزاك خير. نذكرك طيب. ذكرناك ما ذكرناك مو بلازم كل فترة اذكرونا لمعونا حطونا. طيب انا عندي بس فقره المستثمر تعليقين على فقره المستثمر. ايه؟ على السرير اول شيء المتاجر الالماسيه الى متى تكون حبيسه هؤلاء الثلاثه؟ ايوه متى يعني ينفرج هناك مسوقين خاصه انك ناديت انت بهذا الشيء قبل لابد ان يعاد النظر فيها. يعني الى متى من بدايه المسابقه وهم الى الان وكل شوي ماخذين لي سيد الاستثمار لابد ان يعاد النظر في مساله المتاجر الالماسيه. من العدل والانصاف انها تتوزع على جميع المتسابقين. فيه متسابقين معهم متاجر عادية تسويقهم 1000 مرة أفضل من بعض اللي ماسكين أقول بعض اللي ماسكين متاجر الألماسية عشان نلقى على قولتهم مخرج. طيب النقطة لأني صادق لا لا لابد أن تعاد النظر يا أخي. معليش متاجر الألماسية أيضا لابد أن تغير الأكواد ولا تستخدم للتسويق خارج البرنامج. صحيح. مسألة يكون عندك رمز وتسوقه عند مشاهير ولا في السوشيال ميديا وتقول لي هذا تسويق النجم فلان الفلاني. لا مو بتسويق النجم فلان الفلاني،
هذا تسويق السوشيال ميديا ما له دخل. يا أخي المفروض من بنود العقود حتى يكون العدل للجميع، هذه منافسة من حق جميع المتسابقين اللي موجودين الآن قدامنا أنهم يحظون بنفس الفرص المتساوية. ما تميز لي واحد لأنك عطيته متجر ألماسي ويصير هذه ميزة له، إذا كان طيب مستوى سيء يرفع على المتجر؟ لا، أنت كذا ظلمت باقي المتسابقين صراحة. لابد أن يعاد النظر في مسألة المتاجر الألماسية وتنزل مزاد لجميع المتسابقين من حقهم أن يحظون بفرص متساوية. أتفق معك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، شكرا للأستاذ أحمد الملا، صراحة إضافة كبيرة للفقرة، أنا استمتعت فعلا كثيرا بتعليقاته، استفدت منها صحيح يا أخي، والله أنه إضافة كل فعلا. من الأسبوع الماضي وأنا قاعد أستفيد منه، أتفرج بنهم، أشوف ملاحظاته، يعني حتى ملاحظات اليوم قال مثال يا أخي حق البيت، قال أنت لما تستقبل أحد في بيتك وعندك عشاء، هل بتجي تقول والله معلش أمي ما طبخت زين ولا ما قدمت السفرة زين، ولا بتغطي الموضوع بترحيبك وتقديمك وتلملمه بتشيل الليلة صح؟ صح. هذا نفس الكلام لما تسوق منتج، ليش تقول والله المعد ما اعطاني؟ انت تسوق منتج يا حبايب المتسابقين، هذه رساله لكم، انت تسوق منتج، انت ما انت بقاعد في حصه تعبير. لقد ذهبت الى الدمام ووجدنا بحر كبير ووجدنا في البحر اسماك، وبعد ذلك رحنا الى مطعم جزيره الدغيثر وتعشينا، ثم ذهبنا الى الفندق. لا، انت تسوق منتج. باقي حافظ تو راح الشرقيه باسبوعين، استقبلنا في عبد الخالق في كافي وحاسب عنا. يا اخي انت تسوق منتج، هذا المنتج عطى حقه من التسويق. يا اخي التسويق فن، مو بتجي تقول يا اخي انا عجبني عبد الله الروقي رغم اختلافي الكبير معك قبل شوي، لكن عبد الله الروقي كان يتكلم كعميل، عزيزي العميل، هذا الصح. انت قدامك عميل، مش تقدم حصه تعبير ولا حصه صباح. ايضا احمد العوض اليوم استخدم لغه عظيمه ترى في علم النفس، تسمى اللغه الملتونيه. ايش اللغه هذه؟ اللغه الملتونيه انك تخاطب العقل اللاواعي بطريقه ذكيه جدا. احمد العوض استغلها في ايش؟ عبد الخالق تروح تكي عشان اسولف عليه. تفضل. بسم الله عليكم. تفضل تفضل. اي حاتي هذا ولا شيء. انا جوي، هذا جوي والله جوي. احمد العوض صلوا على محمد. احمد العوض يا اخوان استخدم لغه ملتونيه. والله ما تدري هذه النواف ولا مزعول من القيد مقدمنا كل يوم يشوف بقى. لا لا، عشان هذه نقاط مهمه انا كنا بنتكلم عن المسألة. لا ما تربع. اللغه الملتونيه يا حبايبي يا كرام. اللغه ايش؟ كانت نقطتين. اللغه ايش؟ الملتونية. اللغة الملتونية لما قال في انت في تويتر راح تمدح المنتج، انت بتجربه في بيتكم وفي تويتر. طيب ركزوا معي يا عيال، والله كذا كثير كذا كثير. فهودي ركز. فصدق استخدام اللغة الملتونية في الإعلام هي لغة رائعة يا أحمد العوض، أنا هنيك عليها وأشكرك، لأن بالفعل أنت قاعد يا أخي أعطيت المنتج حقه، خذه جربه في البيت بتمدحني في تويتر. هذه لغه مدح خفيه. شكرا لك يا سعود، الله يعطيك العافيه. ما قصرت، بيض الله وجهك، الله يعطيك العافيه. وهذه التعليقات اللي الله يحرمنا منها. شكرا شكرا شكرا، الله يعطيك العافيه المستثمر. شكرا وليد قشران، شكرا لله. لا انا اشكر المتسابقين. شكرا شكرا لواحد منكم اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات، واشكر وليد. شكرا يا شباب، يعطيكم العافيه. اعتذر منكم عن عدم قراءه تمكني من قراءه الهاشتاج اللي يضيق الوقت. شكرا لكم، الله يعطيكم العافيه. أذكركم أخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات بوقف اليتيم في مكة المكرمة، هذا اليتيم الذي ينتظر منا ومنكم الدعم القليل لتكفل حياته بإذن الله عز وجل. 300 ريال مدى الحياة تكفل كل شيء في حياة هذا اليتيم، وتكفل أنت لنفسك بإذن الله عز وجل سعادة الدنيا والآخرة. نواف، بإذن الله 30% تفصلنا على إكمال هذا الوقف، فبادروا بادروا بادروا بتبرعكم ووقف أو إكفال يتيم مدى الحياة ب 300 ريال، هذه الفرصة بادروا. طبعا يعني أنا أقول اللهم لك الحمد، راح الكثير بقي القليل، شاركوا في القليل، حتى لو شاركتوا في الكثير، شاركتوا ب 70% شاركوا ب 30% لإكمال هذا الوقف. عبد الله سعود استغفروا فهد فهد معيان. والله من حسن حظي انك تشوفني في صور العيال. فهد فهد معيان اسلم. بس فهد معيان اعوذ بكلمات الله. تفضل يا فهد عشان ما عندي وقت. شباب استثمروا استثمروا لاخرتكم، تاجروا مع الله سبحانه وتعالى، وهذه والله من خير المتاجرات، عمل يستمر لك في حياتك وبعد مماتك. اسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم لعمل الطاعات، واسال الله تعالى ان الله يعيننا واياكم في هذا اليوم الفضيل، انه وكيل ذلك والقادر عليه. يعطيك العافيه سعود. طيب انا ما راح اذكر بالوقف، لكني بحثكم بكره ان شاء الله باذن الله الساعه 12 راح تكون في حمله جماهير او جماهيريه من الجمهور للوقف. حمله ومبادره قاموا بها الجمهور، انا اعلنها الان، بناخذها كاش
في اخوان واخوات قائمين على هذه الحمله من خلال تويتر. اتمنى الجميع يشارك فيها لمده يوم كامل، تبدا من الساعه 12 بكره الى 12 اليوم الثاني. اليوم الثاني كلنا مشاركين، وهذه باذن الله تعالى ايضا الاخوان بيعلنون الارقام اللي سيتم التبرع فيها، اسمها مبادره كفاله 3000 يتيم باذن الله. روع عليك مويه، يعطيكم العافيه. شكرا جزيلا. شكرا يا شباب. شكرا اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات على حسن مشاهدتكم، ونراكم ان شاء الله في فقرات قادمه باذن الله عز وجل. اذكر ان هنا في فقره خذها كاش نذكر المعلومه وبالتالي دليلها. لذلك لا مجال كرت الاستعطاف في فقرة خذها كاش. خذها كاش، اسمعوا على خير. انكم تعذروني جمهور محمد، جمهور قناة الواقع، انا جيت الإدارة تكلمت معهم اني اطلع برصيدي الاهالي ورفضوا. انا هنا احرق كرت الاستعطاف لاني انا الان ما عاد قدرت اعطي على الشاشة، ما عاد قدرت اعطي شيء على الشاشة لان فيني هموم، فيني صدري ضايق، نفسيتي قافله واصله حدها، اقسم بالله اني صادق خالد. انا هنا احرق كرت الاستضافة، حتى اختباراتي انا مطوفها وطافت علي اصلا، وكل يوم اجيهم ويقولون بكره اصبر. انا هنا احرق كرت الاستضافة، الطاقه اللي بنا من الضايق صح، فان طلع شيء ولا شيء لابد ان ننقهر ويصير اشياء داخليه. انا هنا احرق كرت الاستضافة تمام، واحترمت مرتين واحترمت ثلاث صح واربع وخمس مرات، محترم فهد معيان ومحترم اللي معه. انا هنا احرق كرت الاستضافة تمام تحت للامانه. لا اليوم بالضبط بالذات عذروني يا جمهور داخل، والله الذي نفسي بيده اني هنا اوقف. انا هنا احرق كرت الاستضافة تمام، يبيعني مني وش اللي بذنبي؟ وش اللي بذنبي؟ اذا على كذا يعني عيني وراسي خلوا شيختكم لكم، ولا ابغى الشيخه وهذه الاغراض اللي انت خسرت فيها تعب معنا، وهذه انا هنا احرق كرت الاستضافة تمام. هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صار